قلت عمرو أديب رقم واحد وانت رقم اتنين او تلاتة، ان حيث الاجر ولا الشعبية؟ لا شعبية ولا اجر. امال من ايه؟ ان حيث الريتنج. الريتنج اللي هو التصنيف في بعض المؤسسات والمراكز عند المشاهدات، لكن الاجر لا. لا ما هو الاجر ده خد بالك، الاجر ده زي برنامجك. برنامجك اسمه ايه؟ حبر سر. اهو الاجور دي لازم تتكتب الحبر السري. فلا نعرف عمرو بياخد كام، ولا عمرو يعرف انا باخد كام، ولا نعرف انت بتاخدي كام، ولا مذيعين اجورهم كلها بتتكتب بالحبر السري. بس في النهايه انا بقول لك، لما بقول انه احنا في التوب 3 برنامج، يعني في التوب 3 او المركز الثاني او كذا، بيبقى على حسب اخر تصنيفات طالعه من المراكز بتاعت استطلاع الراي اللي بتقول البرنامج الفلاني ده خلال الفتره دي محقق مشاهدات. طب ايه اللي ناقص تامر امين عشان يكون رقم واحد؟ لا مفيش حاجه ناقصه، انا بجتهد وده يعني توفيق من عند ربنا. ممكن جدا الفتره اللي جايه مثلا اعمل مجموعه من السكوبس، سكوبس يعني السبق الصحفي والتلفزيوني، واعمل حلقات عاليه جدا تخليني كام الفتره اللي جايه رقم واحد. لكن انا بحاول وبجتهد، وعمرو بيحاول ويجتهد، وكل الزملاء الافاضل بيحاولوا ويجتهدوا. بس في النهايه اجتهد وليس عليك ادراك النجاح. عمرك فكرت في يوم من الايام انا النهارده هعمل حلقه سخنه واعمل ترند عشان الفترة اللي جاية دي امسك المشاهدات؟ فكرت طبعا وعملت. عملتها؟ طبعا. حتى لو كان موضوع ما يستاهلش؟ احنا شغلتنا ان احنا نخلي الفسيخ شربات. هي مش ده اعتراف؟ اعتراف طبعا. هو ايه الفرق بين اللي له في الشغلانة واللي ملوش في الشغلانة؟ ايه الفرق بين الاعلامي المهني واي واحد يجي يقعد على كرسي المذيع؟ حاجة اسمها الصنعة. الصنعة دي هي اللي تخلي خبر عادي بلاش انتي حد تاني يقوله فيبقى عند الناس كأنه ما تقلش أو ما يهتموش بيه. يعني تعمل من الحبة قبة؟ لا لا، تعمل من الحبة قبة دي قصة تانية. أنا قصدي تعملي الصنعة والتوابل اللي تخلي حاجة غير محببة للناس الناس تحبها. الله يفتح عليك. الصنعة. عمرك فكرت تعمل من الحبة قبة فعلا؟ لا بالعكس. او موضوع صغير؟ لا انا لا بالعكس، او ده بقى وانفخ فيه عشان يبقى ترند. بالعكس، ده انا مبدئي في دي ان انا اعمل من القبة حبة. انا مبدئي إيه؟ حاجات كتير قوي انا بشوف انه ايه يا جماعة التفاهة اللي بتكلموا فيها، الاقي مثلا ترند على السوشيال ميديا والناس عمالة تتكلم فيها وكله بيفتي وكله بيقول فنانين داخلين وبتاع، فبطلع اقول للناس على فكرة دي بالونة كاذبة، ده حمل كاذب، القصة عبارة عن كذا وعبارة عن فستك، ولا تسوى ولا تسوى الاهتمام ولا تسوى تضييع وقتنا، وده نوع من الإلهاء المقصود لينا. وللأسف دي حاجة يعني بتشغل ناس كتير.